بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنشرح المحاضرة بتاعت الويست مانجمنت. الويست مانجمنت هي يتتعلق بالميديكال ويست اللي احنا ممكن نشوفه في المستشفى او في اي مكان ممكن يكون فيه مرضى او معامل او حتى في البيت. هنتكلم عن اوتلاين، زي يعني ايه هي نفايات طبية، ايه هي التعريف بتاعها، ايه تقسيمها، ايه المخاطر بتاعتها، مين هم الناس المعرضين للمخاطر ديت، وازاي بنتعامل مع النفايات ديت في المستشفى او حتى في الاماكن اللي ممكن يكون فيها بيشنت في العزل. وكمان هنشوف ازاي ممكن نتعامل مع النفايات الطبيه في اوقات الامرجنسي. طبعا احنا لازم نكون عارفين ان المستشفى او اي مكان تاني بيقدم خدمه صحيه عنده اللي احنا بنقول عليه duty of care، يعني هو المسؤول عن ان هو يحمي الانفايرومنت ويحمي public health، ويبقى عنده مسؤوليات محددة تجاه الويست اللي هو بينتجها. ايه هو تعريف الهيلث كير ويست؟ هو كل النفايات او الويست الناتجة عن اي عمليات رعاية صحية بتتم داخل المنشأة الصحية او داخل معامل الابحاث او داخل معامل المختبرات اللي احنا بنعمل فيها العينات، بالاضافة ان حتى لو الرعاية الصحية دي بتقدم جوه البيت، زي مثلا المريض بياخد دياليسز او مثلا حقن الانسولين او اي حاجة بتتم جوه البيت، المخلفات دي برضو بتعتبر انها نفايات طبية وتعامل معاملة النفايات الخطرة اللي ممكن تسبب مخاطر معينة هنتكلم عنها دلوقتي. طيب تقسيمتها ايه الويست اللي بتخرج من المستشفيات او من معامل الابحاث او من المختبرات اللي احنا بنعمل فيها العينات بتاعت المرضى؟ احنا بنعتبر ان 75-90% من الويست اللي هي بتطلع نتيجة عمليات الرعاية الصحية بنعتبرها انها نون ريسك او بنقول عليها جنرال ويست. الهيلث كير ويست بقى اللي بتنتج عن عمليات الرعاية الصحية في حدود 10-25% بس، دي بنقول عليها انها هازردز وممكن انها تسبب مخاطر معينة، وبنسميها هيلث كير ريسك ويست. طيب هنتكلم بس عن 10-25% اللي احنا بنعتبرهم نفايات طبية خطر او هيلث كير ريسك ويست. طيب هنقسمهم ازاي؟ ليها تقسيمة كده في الويست كاتيجوري. مثلا عندنا ممكن يكون حاجات من النفايات دي ممكن تبقى انفكشوس ويست، زي الويست سسبكتد تو كونتين باثوجين، يعني لازم تكون احنا بنتوقع ان الحاجة ديت او الويست ده بيحتوي على ميكروبات، زي اللابوراتوري كاتشر، زي الويست فروم ايزوليشن وورد، زي التيشو، زي الماتيريال اللي احنا بنستخدمها مع المرضى، الاكويبمنت، اي حاجة جت ان كونتاكت مع البيشنت او البيشنت اكسكريت. يعني تاني نوع بنتكلم عنه هو الباثولوجيكال ويست، زي الهيومن تيشو او فلويد، زي البودي بارتس مثلا اللي بتطلع من العمليات، زي البلد او اي بودي فلويد تاني، زي الفيتسز اللي بيتولدوا مثلا في الابورشن، دي بنعتبرها باثولوجيكال ويست. طيب نوع تالت اللي هو الشاربس، زي الشارب ويست، زي النيدل، زي الانفيوجن سيتس، زي السكالبل، زي النايف بليدز، البروكن جلاس، كل دي بنعتبرها حاجات حاده وبيبقى ليها طريقه معينه في التعامل. طيب عندي كمان مش بس دولت اللي احنا نعرفهم او المشهورين عندنا، احنا عندنا كمان فارماكوتيكال ويست، دي بتبقى ويست ناتج عن انها ادويه ممكن انتهت صلاحيتها او انها اتبقت بعد المريض ما خدهاش او ما كملهاش، دي كلها بنعتبرها فارماكوتيكال ويست. طيب عندي جينو توكسيك ويست، ودي الويست اللي هو بيحتوي على سبستانس ممكن تكون ليها جينو توكسيك بروبرتي، زي السيتوتوكسيك دراجز اللي احنا بنستخدمها في الكيموثيرابي في المرضى بتوع الكانسر. عندي كيميكال ويست برضو، دي بتشمل كل الحاجات اللابوراتوري ديترجنت مثلا، زي الافلام بتاعه الاشعه، زي المحاليل اللي بيتحمض فيها الفيلم، زي مثلا المطهرات اللي احنا بنستخدمها في المستشفى، اي مذيبات عضويه او غير عضويه، دي كلها بنعتبرها مواد كيماويه ودي برضو بتعتبر انها كيميكال ويست. عندي نوع تاني اللي هو الويست with high content of heavy metals، زي مثلا الزئبق ده ممكن يجي مع البطاريات او الترمومترات اللي اتكسرت او اجهزة الضغط بيبقى فيها زئبق، دي بتعتبر heavy metals واحنا برضو ليها طريقة معينة في التعامل. عندي كمان البريشرايزد كونتينر اللي هي الايروسولات كلها، كل البخاخات والحاجات اللي احنا بنستخدمها انتي بايوتيك رش او بخاخات المرضى بتوع
الجهاز التنفسي، دي برضو من الحاجات اللي ممكن تبقى مخلفات طبية وصادرة عن رعاية المرضى. عندي الراديو أكتيف ويست، ودي فيها كل المواد اللي هي ممكن تكون مشعة، زي نواتج وحدات الكوبالت أو أقسام الأشعة، الأدوية أو المواد المشعة اللي بتتحقن مثلا في الاسترس اكسرسايز تيست، دي برضو بنعتبرها انها حاجات خطر. يبقى احنا الكاتيجوريز دي بتشمل الانفكشوس، الباثولوجيكال، الشار، الفارماكوتيكال ويست، الجينوتوكسيك، الكيميكال، والويست اللي فيها هيفي ميتالز، البريشرايزد كونتينر او الراديو اكتيف ويست. السلايد دي هتورينا ايه هي السورس بتاعت الهيلث كير ويست، يعني بتطلع منين النفايات اللي احنا بنعتبرها خطر دي. احنا عندنا طبعا اقسام كتيرة في المستشفى، مثلا بنتوقع ان الميديكال وورد ممكن ان هو يطلع لي حاجات من اللي بتبقى انفكشوس، لانها بتبقى جت ان كونتاكت مع المريض او مع الاكسكريتا بتاعته، زي الدريسنج، زي البانديج، زي الاستيكنج بلاستر، الجلافز اللي احنا بنستخدمها في رعايه المريض، اي ديسبوزبل ميديكال ايتم، الهايبودرميك نيد، الانترافينس سيتس، دي كلها حاجات احنا بنعتبرها انها بتطلع من الميديكال وورد وبنعتبرها انفكشوس. عندي الاوبريتنج ثياتر والسيرجيكال وورد ممكن يطلع منهم حاجات تانية مختلفة، زي الاناتوميكال ويست مثلا، يعني عضو حصل له باتر، عملنا استئصال لحاجة من أعضاء الإنسان، فيتاسز مولودين متوفين أو كانوا نتيجة أبورشن، أي شيء من الأشياء دي ممكن تطلع من العمليات. العينات الصغيرة اللي احنا برضو بناخدها أثناء العملية، لو خدنا أي بيوبسي أو حاجة، دي كلها ممكن انها تطلع من العمليات، بالاضافه طبعا ان العمليات بيخرج منها شارب سكالبل والحاجات اللي كانت بتستخدم اثناء الجراحه. طيب عندي يونتس تانية موجوده في المستشفى، زي مثلا العيادات الخارجيه او مثلا اقسام الطوارئ او كده، دي ممكن ان احنا نطلع منها جنرال ويست، وممكن كمان يبقى منها ايه بيطلع انفكشوس ويست. من الاقسام كمان اللي احنا بنشوفها في المستشفى مثلا المعامل. المعامل الحقيقه ممكن تنتج حاجتين، اما باثولوجيكال، لان احنا ساعات بنبعت تيشو بايوبسي مثلا عشان تعملها باثولوجيكال انفستيجيشن، وساعات بنبعت كلتشر مثلا او حاجات بنسسبكت ان المريض ده عنده عدوى في مكان معين، فبناخد عينه من دمه او من السبيوتم او كده، فدي ممكن طبعا بنبعتها المعمل، ودي برضو بتبقى هايلي انفكشوس. واحنا طبعا شفنا في ايام الكورونا الدكاتره اللي توفوا نتيجه ان هم كانوا بيفحصوا العينات بتاعه المرضى وهم دكاتره معامل، فده برضو ينبهنا ان احنا حتى الناس اللي بتتعامل مع مخلفات المعامل لازم انها تكون بتلبس كل البروتكتيف ايكويبمنت والحاجات اللي هي تقدر تعزلها عن انها تتعدي. عندي كمان الفارماكيوتيكال والكيميكال ستورز، طبعا احنا ممكن يتبقى عندنا مثلا كميات صغيره من المواد الكيماوية أو كميات صغيرة من الأدوية، ممكن تبقى عندي باكيتات فيها عدد معين ممكن يبقى اكسبايرد أو كده. طبعا لو احنا بننظم نفسنا شوية في الصيدلية وبنجيب على قد احتياجات المستشفى، ما بيتبقاش عندنا في الستور حاجة، لكن لو احنا بنجيب أكتر من احتياجاتنا، ممكن طبعا الكيميكالز دي أو المطهرات أو whatever تكون تنتهي صلاحيتها قبل ما نستخدمها، ودي بتعتبر في النهاية هي عبارة عن نفايات طبية خطر. طيب السبورتنج يونت اللي هي الحاجات اللي بتشتغل في المستشفى، زي وحدة شؤون العاملين والأرشيف والحاجات دي كلها بيطلع منها جنرال ويست. طيب لو جينا قسمنا النفايات الطبية دي على حسب، لو حبينا نقول ايه هي التأثيرات الصحية للنفايات الطبية، طبعا احنا عندنا عدة مخاطر، دي بترجع لطبيعة المواد او المخاطر اللي هي بتطلع منها. يعني مثلا احنا ممكن ان احنا نتعرض لعدوى، واحنا طبعا مجربين قبل كده ممكن او سمعنا عن الشكشكة بالابر في الايام بتاعة الكورونا، احنا نقدر دلوقتي ما نقدرش نخمن او ما فيش حد اجزم عن طرق انتقال المرض، فاحنا هنعتبر ان كل المرضى اللي المفروض ان هم بيجونا المستشفى ان هم يعتبروا ان هم عندهم عدوى بشكل ما او باخر، سواء بكورونا او غيره. طبعا ممكن تكون المواد اللي هي النفايات الطبيه الخطره دي ممكن تسبب تاثير جينوتوكسيك، يعني تاثر على الجينات بتاعه الانسان، او مثلا تسبب تشوه في الاجنه، دي برضو واحده من الحاجات اللي ممكن انها تبقى خطر من مخاطر النفايات الطبيه. طيب احنا كمان ممكن يبقى عندنا المواد الكيماويه او الادويه اللي احنا بنتعرض لها او بنتعامل معاها، دي برضو ممكن تكون انها تعمل لنا كيميكال توكسيستي باي شكل ما، زي مثلا غازات التخدير مثلا اللي بنتعرض لها الناس اللي بتشتغل في العمليات فترات طويله.
طيب ممكن النفايات دي تبقى راديو اكتيف، يعني كانت بتستخدم للمرضى زي مرضى السرطان، او بتستخدم في اقسام الاشعة، والمواد دي لما تيجي انها تتخلص منها ممكن انها تسبب مشاكل بيئية، وممكن انها تعرض الناس اللي بيتعاملوا معاها للخطر. طبعا ممكن تكون بتسبب انها الميكروبات والحاجات بتدخل اجسامنا عن طريق ان احنا اتجرحنا بحاجة من الحاجات اللي هي الميديكال ويست. طيب عايزين نشوف مين هم المرضى اللي ممكن، او الناس اللي ممكن يكونوا ات ريسك لان هم يتعدوا او يسبب لهم اضرار نتيجة تعرضهم للنفايات الطبية. هنلاقي ان الفيزيشنز والنيرسز والمساعدين بتوعهم والناس اللي بيشتغلوا في المينتنس بتاعة الأجهزة دول أكتر ناس معرضين إن هم يتعرضوا للعدوى من بسبب النفايات الطبية. مش بس المرضى ومش بس النيرسز والدكاترة، لأ ده كمان الإيه البيشنت، إحنا نفسنا كهيلث كير تيم ممكن ننقل المرضى عدوى من غير ما نقصد، ننقل من مريض لمريض عن طريق إيدينا، أو حتى إن إحنا لابسين جلافز والجلافز ده ما غيرناهوش أو ما غسلناش إيدنا، ده كمان ممكن يعرض المريض للخطر. طيب الفيزيتور، ساعات ما بننتبهش ان الفيزيتور دول لما يدخلوا اماكن زي الرعايه المركزه مثلا لازم يلبسوا البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت علشان يحموا نفسهم من العدوى. ما ننساش كمان الوركرز اللي بيشتغلوا بينظفوا، عمال النظافه، العمال بتوع اللاندري اللي هم بيتلقوا الملايات اللي ممكن تكون ملوثه، الناس اللي بتشتغل في الويست هاندلنج يعني بيشيلوا الاكياس بتاعه الزباله عشان يروحوا يودوها للستور او بينقلوها العربيات، دول كمان ممكن يكونوا معرضين. الوركرز اللي بيشتغلوا في الويست ديسبوزال فاسيلتي زي المدافن الصحيه او الاماكن اللي زي كده، او حتى الناس اللي بتشتغل في البلديه، العمال بتوع البلديه اللي ممكن ينقلوا نفايات طبيه تكون مرميه على جنب الطريق او في اماكن ما هياش اماكن دفن صحي. الحقيقه ان احنا التعامل بتاعنا مع النفايات على مستوى مصر كلها ده بيجي من اتفاقيات دوليه المفروض مصر وقعت عليها، ومنظمات دولية بتحاول تنظم التعامل مع النفايات. التعامل مع النفايات ده بيتم عن طريق اتفاقيات دولية، وكل الدول دي بتبقى مشتركة في اتفاقيات معينة. طيب لو احنا اتكلمنا بس عن كده خلاصة الريكومنديشن بتاعتهم اللي هي الانترناشنال ريكومنديشن فور ويست مانجمنت، هنلاقي ان هم طلبوا 4 حاجات مهمين قوي عشان نحاول ان احنا نقلل المخاطر الناتجة عن النفايات الطبية. اول حاجة ان احنا نمنع او نقلل الويست برودكشن، يعني نحاول على قد ما نقدر ما ننتجش نفايات كتير، يبقى دي طريقه من طرق تقليل الريسك. نحاول ان احنا نعيد استخدام الويست اللي ممكن، يعني مثلا احنا نقدر نعقم الالات بتاعه العمليات، مثلا نقدر نستخدم حاجات ممكن ان احنا نعقمها مره تانية ونعيد استخدامها بحيث ان احنا نقلل ان احنا نرميها كنفايه طبيه. كمان قالوا ان ممكن ان احنا نعالج النفايات دي بطريقه تكون فيها امان، يعني امان للاستخدام المرة الجاية او امان للناس اللي هتستخدمها مرة تانية، وكمان مش بس تكون امان لا، وكمان ما تبقاش تأذي الانفايرومنت. طيب طلبوا مننا كمان ان احنا نحاول ان احنا نتخلص من النفايات دي او بقاياها عن طريق المدافن الصحية، او اللي احنا بنسمع عنه اللي اسمه المدافن الصحية، عن طريق الدفن الصحي في اماكن بتكون مخصصة ومصممة للتخلص من النفايات. طيب لو احنا شفنا واحدة من الانترناشنال ريكومنديشن اللي هي عملية الكالر كودينج، يعني ان احنا نلون كل نوع من النفايات نحطه في وعاء او شنطة او باج بلاستيك باج يكون ليها لون معين وبيتحط عليها علامة معينة. يعني طبعا احنا عندنا اللي احنا نشرحه ده الانترناشنال ريكومنديشن، لكن احنا لازم نتبع البوليسي بتاعة المستشفى. يعني لو نشوف الالوان اللي مستخدمة في المستشفى، اللون اللي ايه للنفايات الخطر ولون ايه للنفايات اللي هي مش خطر ولون ايه للجنرال ويست، لازم احنا نتبعها. لو ما كانش المستشفى ليها سياسة معينة فاحنا المفروض ان احنا نمشي على الكالر كودينج بتاع الانترناشنال ريكومنديشن. يعني هنلاقي مثلا ان هم طلبوا ان الهايلي انفكشوس ويست، الحاجات اللي هي خطر جدا وممكن تبقى فيها نفايات معدية، بنحطها في اكياس لونها اصفر وبنكتب عليها علامة كبيرة كده انها هايلي انفكشوس، بحيث انها اي حد يتعامل مع الكيس او الباك دي يبقى شايف الايه، شايف العلامه وعارف اللون، ان اللون الاصفر يعني ان دي نفايه طبيه خطره ممكن تكون بتنقل مخاطر عدوى. طيب قالوا ان شكل الكونتينر يكون ايه، قال لك احنا قالوا ممكن نستخدمه كحاجه تكون بلاستيك تكون قويه
وتكون ليك بروف، يعني ما بتسربش ميه او فلويد من جواها، لان يعني لو سربت طبعا معناها ان الفلويد دي تمشي في ارجاء المستشفى وفي الشارع وتعدي كل الناس اللي ماشيين، او ان احنا نحطها في كونتينر. الكونتينر ده ممكن بعد كده نعقمه في الاوتوكليف. طيب لو احنا عندي تاني انفكشوس ويست او باثولوجيكال او اناتوميكال برضو بحطه في يلو باج، والباج بيكون ليها نفس المواصفات. لو شارب برضو بيتحط في يلو باج، بس بنكتب عليه كلمة كبيرة كده شارب كابيتال، خلاص. ودي بتبقى كمان يعني ليها خاصية إضافية، مش بس ليك بروف، لا دي كمان بانكتشر بروف، يعني ما ينفعش انها تتخرم او كده. طبعا الكواليتي بتاعت الباجز دي مهمة جدا، اذروايز لو احنا استخدمنا اي حاجة سيئة الكواليتي معنى كده ان احنا بهدلنا الدنيا، وان احنا بنخلي الحاجات دي تبقى فيها فلويد او حاجة تتسرب او انها تتقطع، وان الايه وان الانفكشوس والحاجات الريسك دي ممكن انها تعرض الناس للخطر. طيب الكيميكال ويست والفارماكيتيكال ويست ممكن نحطهم في براون باك، والباك دي برضو بيكون ليها نفس المواصفات. الراديو اكتيف ويست الحقيقه ملهاش كيس معين، لكنها بتتخلص منها في بوكسز معينه. البوكسز دي بتكون ليد يعني مترصصه، يعني مش ممكن الاشعه او الحاجات اللي جوه الليد ده تطلع لبره، وبنحط عليها العلامه المشهوره بتاعه الراديو اكتيف سيمبل اللي احنا بنشوفها على غرف الاشعه. طيب اي جنرال هيلث كير ويست بقى، ورق او اغلفه او اي حاجه، بنحطها في بلاك باج زي اللي احنا بنستخدمها في بيوتنا، ودي بتكون بلاستيك ولازم برضو انها تكون قويه وما تتقطعش بسهوله. الحقيقه عندنا كمان تعليمات مهمه جدا لازم نتبعها لما بنكون بنتعامل مع اللي احنا بنقول عليه نفايات طبيه، يعني بالاضافه للكلر كودنج اللي احنا هنتبعه ده ونشوف المستشفى بتتبع اي نظام ونمشي عليه، احنا كمان لازم نخلي بالنا من كام نقطه كده. الجنرال ويست اللي احنا قلنا انها اوراق او اغلفه او اي حاجه بتبقى نظيفه، دي ممكن انها تتحط مع الدوميستيك ريفيوز، يعني ممكن نمشيها من المستشفى مع الناس اللي هم جامعي القمامه او النفايات العاديه بتاعه بيوتنا. طيب لو هي حاجه فيها شاربس لا بقى لازم يبقى ليها احتياطات معينه. من الاحتياطات المعينه دي انها كل الشاربس سواء كانت انفكتد او لا، او احنا بنشك انها انفكتد او لا، او حتى لو انا فتحت حاجه واتفك تعقيمها وخلاص اتخلص منها، دي ممكن تبقى مش ملوثه انما لمستش المريض، دي برضو لازم نحطها. كل الشاربس تحط مع بعضه سواء كان انفكشوس او لا، تحط في كونتينر. الكونتينر ده زي ما قلنا بانكتشر بروف، لازم يكون معمول من ماتيريال، الماتيريال دي اما ميتال يعني مع اناء معدني، او انها تكون بلاستيك مقوى بحيث ان هو ما يتخرمش، ولازم انها تبقى الكفر بتاعها يتقفل كويس جدا بحيث انها اثناء انتقالها للتخلص منها ما تتفتحش في الطريق. مش بس كده، مش بس ريجيد، دي لازم كمان ما تكون امبرميبل، يعني ما تقدرش ان احنا تسرب مية لو في امبول مفتوح او باقي سرنجة فيها كام فلويد او اي حاجة من الحاجات دي، مش المفروض انها تكون ان احنا نستعملها بالشكل ده. في كام نقطة كمان عن ان احنا كممرضات ازاي ان احنا نتخلص بشكل سليم من الويست اللي بتنتج عندنا في اليونت اللي احنا شغالين فيها. اول حاجة ان لازم لما تتجمع الباج اللي هي فيها الويست لازم نتأكد ان العامل او العاملة اللي موجود عندي في اليونت قفلها بشكل سليم، وانها مش ممكن انها تتفتح. الحاجة التانية ان احنا لازم نخلي العامل يجي يجمع الويست دي لما تكون الكونتينر بتاع الويست مملي تقريبا 3/4. طيب لو احنا لازم، لو انا عندي في طبعا بعض الانواع ممكن انها تبقى سيلف سيلد، يعني هي نفسها فيها القفل بتاعها اللي تتقفل، وفي احيانا بنقفله بشريط ابيض كده بلاستيك بيتحزم عليه. طبعا غلط جدا ان احنا مثلا ندبسه، لان التدبيسه دي معناها انها ايه ضعيفه وممكن انها ايه تتفك. طيب الحاجات اللي فيها شارب كونتينر لازم تبقى ويل سيلد وتتحط في اليلو انفكشوس هيلث كير ويست باج قبل ما احنا ننقلها من الوحده بتاعتها. من الحاجات المهمه كمان اللي احنا لازم كل طقم التمريض اللي موجود في اليونت يتاكد انها بتتعمل، بالاضافه للكلر كودينج، اول حاجه ان لازم الويست ده يتم التخلص منه ديلي يعني كل يوم. طب افرضي انا في وحده الرعايه المركزه، طب وحده الرعايه المركزه يبقى كل شيفت. طب افرضي انا عندي شيفت تقيل وفي ناس كتير، زي ما يعني ممكن ان احنا نتعرض في الايام اللي جايه ان احنا نخدم عدد كبير من المرضى، او حتى وحده الرعايه المركزه تحط فيها سراير اضافيه او whatever، طبعا يبقى انا هخلي العامل يجي يشيل الويست. كل اللي عندي برنسبل ان كل لما تتكون 3/4
الصندوق بتاع الزبالة، ممكن ان انا ايه اندهله يجي ايه يجي يشيلها، بحيث ان احنا ما نعرضش نفسنا للايه لاي انفكشن او اي حاجة ممكن تأذينا احنا او تأذي الستاف اللي بيشتغل معانا او تأذي العمال. اتأكد كمان ان الباج اللي طالعة من اليونت بتاعتي لازم تبقى ليبل، عليها ليبل هي طالعة من انهي وحدة في المستشفى، وايه وايه الكالر كودينج بتاعها. او كمان خلي بالي ان لما يجي العامل يشيل الباج بتاعت الويست لازم يحط واحدة بنفس الكواليتي بتاعتها مكانها immediately، بحيث انها ما تتسابش ايه الحاجات دي، ممكن ان هي نحط من غير كيس او من غير باج ونرجع نعرض العامل ان هو يجمعها ويبقى عنده مخاطر. المفروض كمان ان يكون كل وحدة بنشتغل فيها بيكون فيها مكان لتخزين النفايات دي لحد لما تيجي تتنقل للايه للروم الكبيرة الرئيسية اللي موجودة في المستشفى اللي هي بتجمع من كل الوحدات. طبعا المكان اللي بيتجمع فيه النفايات جوه الوحدة لازم يكون مكان معزول، وتتحط فيها الحاجات بمدد معينة هقولها لكم. لازم كمان نخلي بالنا انها مش بس تبقى سيبريت اريا او روم، لازم كمان حجم الاوضة دي يكون مناسب ان هو يتحمل النفايات اللي بتنتجها الوحدة، ولازم نراعي الفريكوينسي اوف كولكشن يعني احنا بنجمع كل قد ايه. طبعا الاوضه اللي احنا بنشتغل فيها او بنحط فيها الحاجات النفايات بتاعه الوحده، المفروض ان احنا كل يوم الحاجات دي لازم تتشال كل شيفت، خصوصا في وحدات الرعايه المركزه اللي هي ممكن تستقبل اعداد كبيره من المرضى في الفتره اللي جايه. احنا بنفس سرعه الانتاج بتاعه النفايات لازم ان احنا نتخلص من النفايات دي بره الوحده بتاعتنا. طبعا في المين ستورج روم بتاعه النفايات المفروض ان في العادي ان لما حسب التمبريشر بتاعه الانفايرمنت ان النفايات دي ما تقعدش اكتر من 72 ساعه في الشتاء و48 ساعه في الصيف، والبلاد اللي هي بلاد حاره زي بلادنا المفروض ان هي ما تتعرضش ما تزيدش عن 48 ساعه في الكول سيزون ولا 24 ساعه في الهوت سيزون. يعني المفروض النفايات تخرج من المستشفى يوميا، دي حاجه لازم ان احنا ناكد عليها او على الاقل نكون عارفينها. لو جينا بقى للطرق اللي احنا ممكن نتعامل فيها مع النفايات، الحقيقة ان احنا لازم نكون عارفين الطرق ديت، لان احنا ممكن تضطرنا الظروف قد تضطرنا الظروف ان احنا نتعامل على مستوى الوحدة. دلوقتي انا لازم اتصرف وان انا اخلص من النفايات دي. في بعض المستشفيات في بعض الاحوال زي الكوارث الوبائية اللي احنا موجودين فيها دلوقتي قد نضطر ان احنا نتخلص من النفايات دي جوه الست بتاع المستشفى نفسه، وممكن ان احنا الظروف تسمح لنا ان احنا ننقلها في مكان تاني. طيب لو اضطرتنا الظروف ان احنا نتخلص منها جوه نفس المستشفى لازم نكون عارفين الطرق عشان لو اضطرنا ان احنا نتخلص من النفايات دي. طيب من الطرق اللي مشهورة جدا ان احنا نقدر نتخلص منها النفايات، اول حاجة الانسينريشن او الحرق. انا طبعا ما اقصدش ان احنا نحرق في الجو، لا، في محارق ما بتبقى موجودة في كل مستشفى وخصوصا المستشفيات الكبيرة الرئيسية مثلا زي مستشفى جامعة عين شمس. طيب ممكن ان احنا نستخدم الكيميكال ديسانفكشن اللي احنا كنا بنعمله للالات وللاكويبمنت الميديكال اكويبمنت اللي بنستخدمها مع العيان هيها نقدر نستخدمها كمان في تطهير النفايات او على الاقل التخلص من جزء من الميكروبات اللي تكون موجوده فيها. طيب عندي كمان الثيرمال تريتمنت، يعني الويت ثيرمال تريتمنت زي الاوتوكلاف، دي برضو من الطرق. طبعا الاوتوكلاف اللي بيستخدم في تعقيم النفايات مختلف عن الاوتوكلاف اللي هو بيستخدم في تعقيم الالات الجراحيه، ده بيبقى كبير جدا وبيقدر ان هو ياخد كميات كبيرة، يعني عدد كبير من الكيلوات من النفايات الطبية. طيب من الحاجات برضو اللي احنا ممكن نكون ما سمعناش عليها المايكروويف الراديشن، برضو بيبقى مايكروويف كبير مش زي اللي موجود في الوحدات بتاعتنا، مايكروويف كبير بيتحط فيه النفايات دي خصوصا المعدنية، وبعد ما بتكون حصل لها شريدنج يعني اتكسرت واتفتفتت لأجزاء صغيرة جدا، بحيث ان احنا قبل ما نتخلص منها او حتى نوديها المصانع مثلا بتاعة الحديد ان احنا نقدر ان احنا نوديها وتكون ما فيهاش ميكروبات. طيب في طريقة تانية زي الانكابسوليشن، يعني مثلا عندي مثلا كميات مثلا من الادوية او التابلتس اللي بتبقى موجودة او اتبقت او هي اكسبايرد في المستشفى بكميات كبيرة، ما بقدرش ارميها كده في التربة ولا في الزبالة الرئيسية بتاعت البيوت او بتاعت المستشفى، لا، دي كمان بنتخلص منها بطريقة معينة ان احنا بنحطها في أوعية، والأوعية دي بنضيف عليها مادة مثبتة زي الفوم أو الأسمنت بحيث إنها ما تتحركش، وبنروح ندفنها في المدفن الصحي. طيب السيف بارينج اللي هو المدفن الصحي، المدفن الصحي ده بيبقى عبارة عن
منشآت بتتبني تحت الأرض من الخرسانة، وبيبقى ليها تصميم معين وليها مهندسين معينين، وبتتغطى وبتترفع الأغطية دي علشان نخزن فيها كل الايه الحاجات اللي احنا محتاجين ندفنها علشان ما تتسربش للتربة، وبالتالي ممكن تأذي الانفايرومنت سواء كانت حيوانات أو نباتات أو مياه جوفية أو كده. طبعا ما زالت اللي هو الحرق هو من احسن الطرق للتخلص من النفايات، بالرغم من ان طلع بعد كده حاجات تانية جديدة زي الميكرويف والاوتوكلافينج وكده، الا ان ما زال الحرق هو احسن حاجة. طبعا احنا بنعتمد في القصة دي ان احنا بنعرض الويست دي لهاي تمبريتشر في دراي اوكسيديشن بروسيس، يعني بنولع فيها، وبتبقى الحاجات دي بنستخدمها للنفايات اللي هي لا ينفع ان احنا نعملها ريسايكلينج، ولا ينفع نعيد استخدامها، ولا نقدر نرميها في الايه في البيئة المحيطة بينا. طبعا الحاجات اللي احنا ما نقدرش ان احنا نحرقها او نستخدمها في الحرق، مثلا زي البريشرايزد جاز كونتينر، اي حاجة موجودة انبوبة او علبة تحت فيها ضغط تحت الضغط لانها بتنفجر طبعا، او اي كمية كبيرة من المواد الكيماوية اللي ممكن يحدث بينها تفاعل، طبعا دي ممكن تسبب انفجارات مثلا، او اي حاجه فيها زي السيلفر سولت او فوتوغراف او حاجه فيها بلاستيك او فيها ميركوري، لان دي حرقها ممكن ان هو يسبب غازات ضاره بالبيئه. اي امبول او حاجه فيها ازاز او فيها هيفي ميتالز برضو ما نقدرش ان احنا نتخلص فيها بالحرق لنفس السبب. طيب لو اتكلمنا عن تاني طريقه اللي هي الكيميكال ديسانفكشن، طبعا احنا متعودين نستخدم الكيميكال ديسانفكشن ده علشان نقتل الميكروبات اللي ممكن تكون على الميديكال ايكويبمنت، على الالات بتاعه الجراحه، او نعقم بيها الارض دي. طبعا احنا ممكن نستخدم نفس الحاجات بس على مستوى اكبر، ان احنا كمان نتخلص من النفايات، يعني لو لا قدر الله حصل لنا حاجه كارثه كبيره وقدرنا واستطعنا ان احنا نعقم الويست دي جوه الوحدات بتاعتنا او جوه المستشفى بتاعتنا باستخدام المطهرات دي، برضه ممكن يكون حل سريع وعاجل وحقيقي وصحيح وسليم ان احنا نتخلص فيه من النفايات. طبعا الكيميكال ديس انفكشن دوت مش هنعقم بيه الويست، لكن على الاقل هنعمل، يعني مش هنعمل له ستريلايزيشن، لكن على الاقل هنعمل له ديس انفكشن، يعني ممكن ايه ان احنا نموت الميكرو اورجانيزم اللي تكون موجوده فيه. طبعا ده بيصلح اكتر لما نكون بنتعامل مع ليكويد، يعني بلاد او يورين او ستول او حتى الهوسبيتال سويج. طبعا من الحاجات اللي هي اثبتت يعني فعاليه كبيره في التعقيم، اكتر حاجه طبعا اللي هي الالدهايدز او اللي احنا بنقول عليه الفورمالين، في كمان الكلورين، كل الكلور بكل مركباته، الامونيوم سولت، كل المركبات بتاعه الفينول. طبعا استخدام الاثيلين اوكسيد في التعقيم دلوقتي بقى مش مستحب، علشان هو نفسه في الهاندلنج بتاعه ممكن يكون فيه هازارد على الناس اللي بتتعامل فيه. طبعا الاوزون من الحاجات اللي لسه اندر انفستيجيشن وما نقدرش نعتمد عليه. في ملحوظه هامه كمان، ان احنا كل لما استخدمنا مطهرات قويه جدا، المطهرات القويه دي ممكن تبقى هازاردس هي نفسها عندنا، يعني بدل ما احنا خايفين من الانفكشوس هازارد لا يجي لنا كيميكال هازارد. فطبعا ممكن تكون توكسيك، ممكن تعمل حساسيه للسكن والميوكس ممبرين، علشان كده الناس اللي هتتعامل مع الحاجات دي لازم تبقى لابسه البروتكتيف ايكويبمنت في الحاله دي، مش عشان بس خايفه من الانفكشن، ولكن كمان عشان ما تعرضش نفسها للفايبريشنز او للفيبرز بتاعه المطهرات القويه دي. الديس انفكتنت كمان القويه دي ممكن يكون ليها كونسيكونسز على المبنى نفسه، على المواسير والتيوبس اللي تكون موجوده في المستشفى، عشان كده حتى التخلص منها من المطهرات القويه دي في الحمامات بتاعه المستشفى برضو من دي حاجات مش مستحبه ابدا. دي تالت طريقة بعد الحرق وبعد الكيميكال ديسانفكشن، ان احنا نستخدم الويت اند دراي ثيرمال تريتمنت. الحقيقة دي حاجة، دي طريقة اشبه بالاوتوكلافينج. احنا عارفين الاوتوكلاف ده بيعقم تحت الضغط بتاع البخار، هي دي نفس الطريقة اللي احنا بنستخدمها في تعقيم النفايات الخطر، وخصوصا الحاجات اللي هي بتبقى ميتال دي بتتعمل لها نظام انها تتكسر لاجزاء صغيره جدا رفيعه، وبعد كده احنا ممكن نعقمها تحت الضغط. طبعا تحت الضغط ده غالبا كل الميكروبات اللي تكون موجوده هتكون خلاص نقدر نتخلص منها، بس لازم نتاكد ان احنا وصلنا التمبريتشر بتاعه هذا الاوتوكلاف لدرجه 121 درجه مئويه. طبعا استكمالا للنقطه ديت،
الانترناشنال ريكومنديشن قالت لنا طب لو انتوا هتعقموا النفايات الطبية دي عند درجة 121، طب انتوا محتاجين مواصفات تانية؟ قالوا ان احنا لازم ان احنا نقعد الويست ده اللي احنا بنعقمه او بنعمله ديس انفكشن لمدة 20 دقيقة تحت ضغط 2، او ان احنا نقعده 5 دقايق عند درجة حرارة 134 وتحت ضغط 3.1. كده ممكن ان احنا نكون مطمئنين ان الويست ديت خلاص الخطر اللي فيها زي. رابع طريقة ممكن نستخدمها هي الميكرويف إراديشن. طب هو بيعتمد على ايه الميكرويف إراديشن؟ هو بيعتمد ان الميكرويفز اللي بتطلع بتبدأ انها تسخن المية اللي موجودة، الووتر كونتنت اللي موجود في الكومبوننت بتاع الويست، وارتفاع درجة الحرارة ده هو اللي بيقتل الميكرو أورجانيزم اللي موجودة جواه. قالوا لنا تقريبا الفريكونس اللي بنكون محتاجينها بتاعت الميكرويف حوالي 2450 ميجا هرتز، والويف لينس بتبقى حوالي 12.24 سنتيمتر. اللاند ديسبوزل طبعا هي من الحاجات اللي هي مش مستحبة خالص، يعني من مش مستحبة خالص ان احنا نرمي المخلفات اللي ممكن تكون تحمل مخاطر، سواء مخاطر بيولوجية او مخاطر كيميائية او مخاطر جينوتوكسيك او مخاطر راديولوجيكال او كده، ان احنا نرميها في المزابل بتاعة البلدية. ليه بقى؟ لان الحاجات دي ممكن الحيوانات تعبث بيها، او ممكن حد يتعور منها، او ممكن حتى الفلويد اللي موجوده جواها تنزل للتربه وتتسرب للميه الجوفيه، فطبعا ده مش مستحب خالص. لكن نفرض ان احنا في حاله ما نقدرش ان احنا نعقم الحاجات جوه المستشفى، طبعا التراكم بتاع الويست جوه المستشفى ممكن يكون اخطر على النظام الصحي كله من ان احنا نعمل لها يعني نظام بديل ان احنا نتخلص منها جوه المزابل بتاع البلدية. فاذا ما كانش عندنا حل غير ده فبنضطر نستخدمه للأسف. طريقة اللاند ديسبوزل الحقيقة بتشمل نوعين، اما الاوبن دام يعني بنرميها كده في العراء، وطبعا دوت مش حلو زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت ان احنا ممكن انها تتعرض للناس تعبس بيها او الحيوانات، او تتسرب للتربة للنباتات للمية الجوفية كده، او ان احنا نستخدم طريقة السانيتري لاند فيلز. سانيتري لاند فيلز اللي هي المدفن الصحية اللي احنا هنتكلم عليها، ان احنا ندفن بطريقة مقننة صحية سليمة تمنع ان المخاطر بتاعة انتشار الميكروبات او المخاطر التانية جوه البيئة المحيطة بيه. بعد ما تعرفنا على يعني ايه نفايات طبية خطرة، ويعني مين الناس اللي هم ممكن يكونوا معرضين، وايه انواع المخاطر اللي ممكن يتعرضوا لها، وايه انواع المخاطر دي وقسمناها، دلوقتي هنشوف ايه دور الفريق الصحي نفسه في انه يحمي نفسه من النفايات الطبية الخطر. طبعا الحماية بتاعتنا لازم تبقى ضد البيرسونال انجري، يعني احنا لازم نحمي نفسنا من اي مخاطر احنا خلاص تعرفنا عليها وعلى انواعها وازاي ازاي ممكن ان احنا نتعرض لها. طبعا اي اكتيفيتي او اي انشطه بتدور جوه المنشاه الصحيه الحقيقه انها لازم كانت تقيم من قبل، من واحنا بنعمل الويست مانجمنت بلان تقيم ونشوف ايه مخاطر النشاط ده وازاي نحمي الفريق الصحي منه. السلايد دي بتبين لنا ايه البروتكتيف كلوزنج اللي المفروض الهيلث كير تيم كله يستخدمها، او اي حد بيتعامل مع النفايات الطبية يستخدمها. الحقيقة ممكن يكون الشكل مش غريب علينا بس احنا كنيرسز، لكن ان ممكن يكون في حاجات اضافية احنا ما بنتعاملش معها كتير، يعني الهلمت مثلا، لان ممكن الناس اللي بتتعامل مع النفايات الطبية مثلا تقع عليها حاجة من فوق فلازم رأسهم تبقى سيكيور. الفيس ماسك ده مهم جدا عشان استنشاء الميكروبات والحاجات دي، واحنا طبعا في ايرا دلوقتي متعرضين لوباء، الوباء ده من الريسبيراتوري، طبعا الفيس ماسك وكمان الماسكس اللي هو ال N95 هو من اهم الحاجات اللي احنا المفروض ان احنا نستخدمها حسب طبعا الانشطه او الاوبريشن اللي احنا بنعمل. الاي بروتكتور او السيفتي جوجل دي من الحاجات مهمه جدا، لان برضو احنا سمعنا ان في وقت الكورونا ان ممكن يكون بيدخل عن طريق العين. طيب الاوفرول ده يشبه اللي احنا بنشوفه في مستشفيات العزل، يعني لازم الممرض او الهيلث كير وركر اللي بيتعامل مع المريض او بيتعامل مع النفايات الطبيه لازم يكون لابس حاجه بتغطي كل جسم. طيب الاندستريال ابرون، مش الابرون العاديه الخفيفه الشفافه، لا الابرون الثقيله اللي هي ممكن انها ما تدخلش على هدومنا فلويد او انها تبقى بنتريتنج لاي شيء ممكن يؤذينا.
طيب الليج بروتكتور، الليج بروتكتور دي برضو الناس اللي بتتعامل مع النفايات لازم تبقى لابسه جزمه، بتبقى الشوز ده بيبقى اسمه سيفتي شوز، بحيث ان لو حاجه وقعت على رجليهم او كده ما تاذيش صوابعهم، وكمان الشوز دي ممكن تبقى ليها رقبه علشان ما يتعرضوش، وتبقى طبعا نوعها من البلاستيك وتبقى قويه بحيث انها ما تدخلهمش اي حاجه ممكن تاذيهم. طبعا ديسبوزابل جلوفز للميديكال ستاف او الهيفي ديوتي جلوفز للعمال اللي هم بيتعاملوا مع النفايات. الاندستريال بوت اللي هو الهيفي ديوتي جلوفز ده ممكن ان احنا نستخدمه للناس اللي بتتعامل بقى جوه الاوضه او الغرفه اللي بيتم فيها تناول النفايات. طبعا ده شكل تقريبي للبيرسونال بروتكتيف اكويبمنت اللي المفروض العامل اللي هو بيتعامل مع النفايات يكون لابسها وما يماثله للي بيلبسه الفريق الصحي. طبعا من الحاجات الرئيسية جدا 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 عشان وقايتنا احنا كفريق صحي او وقاية العمال اللي بيتعاملوا مع الويست ان هم يخلوا بالهم من البيرسون هايجين. البيرسون هايجين اهم حاجة فيها ان احنا نقدر ان احنا نعلمهم، وخصوصا دي مهمة الانفكشن كنترول نيرس، يعني اي حد من زملائنا اللي بيشتغلوا في الانفكشن كنترول من مهمتهم ان هم يعلموا مش بس الستاف، لا يعلموا كمان الوركر اللي بيتعاملوا مع الويست ان هم ازاي يغسلوا ايديهم وايه اهمية الهاند ووشنج وطريقته والتايم اللي المفروض العامل يقعد يغسل ايده في الوقت المحدد، والطريقه الصحيحه ان هو يعمل كده علشان خاطر يتفادى ان هو يصاب باي عدوى. لان احنا شفنا برضو ايام واحنا في الايرا دي بتاعه الكورونا اهم حاجه اهم حاجه لحد لما نوصل ليها للقاح او دواء او واتيفر لازم ان احنا غسيل الايد. الاميونيزيشن كمان من الحاجات المهمه جدا سواء الاستاف اللي بيشتغل في البيشنت كير او مع العمال اللي هم بيتعاملوا مع النفايات. الحقيقه السلايد دي بتلخص المانجمنت براكتس اللي هي ممكن يعني تخلينا نقلل تعرض الناس للعدوى، الناس اللي بتشتغل في الفريق الصحي الهيلث كير تيم او الوركرز اللي بيشتغلوا في النفايات. يعني مثلا لو احنا قدرنا نعمل ويست سيجريجيشن ان احنا نجمعهم بشكل نعمل كيرفول سيبريشن للديفرنت تايب اوف ويست لديفرنت وديستينكت كونتينر، يعني الناس من بعيد لما تشوف الويست كونتينر اللي لونه اصفر زي ما اتفقنا حسب الانترناشونال ريكومنديشن تقول ان ده ايوه ده هايلي انفكشوس ويست، او اما تلاقي كلمه شارب موجوده تعرف ان ده الكونتينر ده فيه حاجات حاده ممكن انها تعور. ده بيساعد كتير جدا في ان احنا نقلل ريسك ان الناس تتعرض للمخاطر بتاعه العدوى. طيب لو احنا عملنا ابروبريت باكجينج يعني الحاجات بقت ويل سيلد ومقفوله كويس، ده هتمنع ان الحاجات دي تترتش في البيئه او انها تتسرب على الارض او كده، وان الناس تستنشق الميكروبات اللي موجوده فيه. طب لو احنا عملنا ويست ايدنتيفيكيشن يعني كل حاجه كانت معمول محطوط عليها ليبل ومستخدمه الكالر كودينج كويس، ده بيسهل الريكوجنيشن بتاعه الويست وبيسهل احنا عارفين هي جايه من انهي ديبارتمنت من المستشفى. طيب الابروبريت ويست ستورج يعني المكان اللي بتتخزن فيه الويست المفروض ان هو يكون مش مسموح دخوله غير للناس اللي هي الاوثورايزد بس، وكمان يكون بعيد عن ان يدخل فيه قوارض او حشرات او كده، لان دي كمان ممكن لو مش في اي حته تنقل العدوى. الابروبريت ترانسبورتيشن مهم جدا، يعني هننقلها ازاي سواء هننقلها ازاي جوه المستشفى او هننقلها ازاي بره المستشفى. طبعا المفروض يكون في جوه كل مستشفى عربيه من الستانلس ستيل متغطيه ملهاش حروف حاده بنجمع فيها الويست، والعامل ياخدها ويجمعها من كل اليونتس ويبدا ينزلها للايه للروم اللي هي مسؤوله عن الاستورج بتاعه الويست ديت، بحيث ان مش اثناء نقلها في المستشفى ممكن يحصل اي اكسيدنت والحاجات اللي فيها دي تتسرب او تقع او تتلخبط على الارض، وبالتالي ممكن تعرض الناس اللي موجوده في المستشفى كلها للخطر. الحقيقه عايزين نركز على النقطه دي بقى الامرجنسي ريسبونس، يعني فلنفرض ان حصل ان اتدلق كيس دم مثلا او اتدلق زباله انفكشوس او اتفتح الكيس اللي فيه اكسكريشن ولا بطرمان كان فيه فلويد بتاع المريض، يعني حصلت حاجه كبيره او حاجه فيها طوارئ. المفروض طبعا ان احنا قبل ما الطوارئ دي تحصل يكون عندنا امرجنسي بلان، يعني نكون جاهزين ان كيس ان لو حصل طوارئ احنا هنتصرف ازاي. طيب انا هديكم بعض المعلومات كده بحيث ان احنا كل واحد فينا في مكانه يقدر يعمل هذه الامرجنسي بلان. لازم ان يكون في شخص واحد بس مسؤول ساعه الامرجنسي، يعني لو حصلت اكسيدنت من هذا النوع لازم يكون فلان هو اللي مسؤول. طيب فلان ده ما هيبقى مسؤول عن ايه؟ مسؤول ان هو يكوردينيت الاكشن، يعني هنجيب عامل وهنجيب ادوات نظافه وهنجيب كذا وهنجيب كذا، كل ده لازم يكون هو مجهزه او هو حاطه في باله.
لازم نعمل ريبورتنج للمانجر، يعني لو الحادثة دي حصلت في الوحدة بتاعتك او بتاعتك لازم ان انت تبلغ المدير بتاع الوحدة او المسؤول عن النظام او الشخص اللي هو اون ديوتي دلوقتي. طيب الشخص ده لازم يكون عنده اتصالات مع الناس اللي بتشتغل في الامرجنسي سيرفيس عشان نقدر ان احنا ساعة ما يحصل عندنا حاجة زي كده ان هنتصرف ازاي. طيب لو الشخص ده مش موجود لازم يكون له بديل نقدر نتواصل معاه ان كيس ان هو ما يكونش موجود. طيب الهيلث كير بيرسونال لازم يكونوا تريند قبل حدوث الامرجنسي علشان وقت لما يحصل الامرجنسي الناس ما ترتبكش وتعرف انها تتصرف. طبعا الاكويبمنت زي كده ما بنجهز نفسنا الكراش كارت تبقى جاهز عشان لو العيان ارستد، احنا كمان لازم يكون عندنا اكويبمنت جاهزة ان كيس لا قدر الله حصل اي حاجة اتدلقت او ترتشت على الحيطان او كده، لازم نكون عارفين ايه الاكويبمنت اللي احنا هنحتاجها، والاكويبمنت دي لازم تكون افيلابل كل الوقت، ولازم نتأكد ان الاكويبمنت دي كمان شغالة وان الناس هتعرف تستخدمها بشكل امن. طيب لو احنا خدنا كده اكزامبل ازاي هنتصرف ان كيس ان حصل لنا امرجنسي في حاجة اتدلقت او حاجة اتكسرت او بطرمان كان فيه بودي فلويد او اي كارثة من هذا النوع ممكن انها تتسبب في عدوى للناس اللي موجودين في المستشفى. اول حاجة لازم نإيفاكيويت الكونتامينيتد اريا، يعني الناس اللي كانت واقفة في الحتة اللي اتلوثت دي لازم تبعد، لازم اول حاجة. تاني حاجة ان احنا ننظف الجلد والسكن بتاعة الناس اللي ترتش عليهم هذه الاشياء. تالت حاجة لازم نبلغ الشخص المسؤول اللي هو مسؤول الطوارئ، غالبا في وظيفة اسمها الويست مانجمنت اوفيسر، ده يعني اللي بيبقى مسؤول عن ادارة النفايات. لو الشخص ده مش موجود في المستشفى بتاعتنا بنبلغ الانفكشن كنترول نيرس، هي هتقدر انها تكوردينيت الافورت وتقدم الاكشن اللازم لاسعاف الطارئ ده. رابع حاجة ان احنا نحدد ايه نوع الحاجات اللي ترتشت او اتدلقت، هل هي حاجات خطر، هل هي حاجات كيميائية، هل هي حاجات معدية، ونبلغ بيها. رقم خمسة لازم نإيفاكويت كل البيبول اللي هما مش هيشتركوا في الكلينينج، يعني اي حد ملوش لزوم لازم ما يقفش في المكان اللي حصلت فيه الاكسيدنت دي. سادس حاجة لازم نبروفايد فيرست ايد اند ميديكال كير للانجرد بيرسون، يعني لو نتوقع مثلا ان العامل اللي كان شايل الشيء ده وقع بيه مثلا او اتعور او في ازاز اتكسر او كده لازم نقدم الفيرست ايد للشخص المصاب. رقم سبعة لازم نسكيور الاريا دي عشان نمنع دخول اي حد ملهوش لزوم ان هو يقف فيها، زي مثلا ممكن نستخدم شرايط البلاستيك حوالين الاريا ديت علشان نمنع دخول الناس. رقم تمانية اخر حاجة ان احنا ندي البروتكتيف كلوزنج اللازمة للناس اللي هيقوموا بتنظيف المكان. الخطوات ديت الحقيقة بيبقى مسؤول عنها العامل اللي هينظف، الحقيقة ان هما معظمهم ما بيكونش عارف ايه هي الطريقة اللي هو المفروض يتعامل بيها. ياريت ان كل واحد فينا موجود في مكانه ولو حصلت الاكسيدنت قدامه، يعني لو ما قدرناش احنا بالامرجنسي بلان اللي احنا نكون مخططين لها قبل كده ان احنا نعلم العمال ازاي يتعاملوا في الاوقات اللي زي كده، ياريت كل انفكشن كنترول نيرس تعملها او انتوا او اي حد من النيرسز ان هو يسوبرفايز الاكشن ده لو العامل مش عارف. يعني من اهم الحاجات ان نعلم العامل ان هو يليمت السبريد بتاع السبل، يعني لو حاجه لسه بتدلق اهم حاجه يوقف انها ما تكملش دلق، لو حاجه مثلا بترش نوقف الرش بحيث ان احنا نقلل الانتشار بتاع الماده، سواء الماده دي معديه او كانت اي حاجه تانية. طيب لو الماده دي احنا ممكن نعملها نيوتراليزيشن، يعني لو في اسيد مثلا اتدلق او في حاجه الكلاين اتدلقت او كده، لو احنا نقدر نعملها نيوتراليزيشن بنعملها. طب لو احنا نقدر نعملها ديس انفكتنت، يعني كانت حاجه انفكشوس ونقدر نطهرها في وقتها، بنعمل الخطوه دي. طيب المفروض ان احنا لما نيجي نكولكت او العامل يجي يكولكت الحاجات اللي اتدلقت دي، المفروض ان هو ما يجمعش اي شرب بايديه، لازم يبقى لابس البيرسونال اكويبمنت. طيب يستخدم ايه عشان يجمع الحاجات اللي اتكسرت؟ يستخدم اي فرشه او اي بان يحط فيها الحاجات اللي اتكسرت دي من غير ما يعرض ايديه او كده للخطر. طبعا هو لازم المفروض يكون لابس كل البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت. طيب المفروض ان هو لما يجي ينظف يلم، يعني يحط الفوطه ويبدا يكونتين الحاجه جواها، مش يروح ويجي كده بالفوطه. طيب لو قدرنا نعمل كونتامينيشن او ديس انفكشن للاريا دي بعد ما نشيل الحاجات اللي اتدلقت فيها او كده، المفروض ان احنا بنطهرها وبعدين بنشطفها وبعدين بنمسحها تاني وبنشفها بفوط تكون بتمص الفلويد. بعد ما بنخلص ده بنرجع نعقمها تاني
بمطهر او حاجه من الادوات من سوائل التطهير اللي احنا بنستخدمها في المستشفى. وبعد كده بنبدا نتخلص من البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت اللي كان لابسها العامل، سواء اذا كانت هي ريوزابل هنعقمها، او انها لو كانت ديسبوزابل هنتخلص منها مع النفايات الخطر. طيب بعد كده بنشوف بنسيك الميديكال اتنشن عشان نكشف على الناس اللي سواء كانت موجوده في وقت الحادثه ديت وتعرضت مثلا لاستنشاء ميكروب معين او اصيبت جراء هذه الحادثه. اخر حاجه هنتكلم عليها ان ازاي احنا هنبلغ عن الاكسيدنت او الانسيدنت اللي حصل دوت. طبعا اي امرجنسي بلان المفروض انها تكون مجهزه الناس انها ازاي تتعامل، او الكوركت بروسيجر المفروض تتعامل ان كيس ان حصل امرجنسي. الاكسيدنت ده المفروض واحنا بنبلغ عنه نقول ايه النير مسز، الحاجات اللي هي ممكن تبقى اتفقدت او قربت تتفقد، او سواء كانت ناس او ريسورسز، السبلج اللي اتدلق، الدامج كونتينر اللي اتعملت، الان ابروبريت سيجريجيشن يعني الحادثه دي حصلت نتيجه ان احنا مش مجمعين الحاجه كويس او مش مقفلينها كويس، الاكسيدنت دي كانت فيها شاربس كتيره اتدلقت. كل التفاصيل دي لازم تتبلغ يا اما للويست مانجمنت اوفيسر يا اما الانفكشن كنترول نيرس اللي موجوده في المستشفى. طيب الريبورت نفسه لازم يبقى مكتوب فيه الناتشر بتاع الاكسيدنت، البليس والتايم اللي حصلت فيها الاكسيدنت دي، الستاف اللي كانوا انفولفد جواها عشان لو لا قدر الله فيها حاجه انفكشوس نقدر ان احنا نتابع الناس اللي حصلت لها عدوى، او اي اذر ريليفنت سيركمستانسز حصلت في الاثناء احنا ما كنا بندير هذا الطارئ لازم ان احنا نكتبها جوه الانسيدنت ده. احنا كده خلصنا المحاضره بتاعه النفايات، واشكركم جدا واتمنى ان انتم تكونوا استفدتم من المحاضره.